كان في العصر ديال نابليون كان قال لهم واحد الفكره، كان قال لك اعطيني شعب كله نعاج، كله نعاج وقايدهم ديب يحكموا العالم، ولكن اعطيني شعب يقدر كله دياب حكمه نعجه ما يتحركوش والله ما يديروا شي حاجه. يعني خاص لو ليدر يكون كي ريبريزونتي الشعب ديالو بزاف ديال الحوايج. باش كتشوف واحد بحال موكوك الى الامام الى الامام الى الامام الى الامام زنقة زنقة راه عاودها في واحد الديسكور قريب عاوتاني عاود ديك زنقة زنقة زعما راسي. الى بغينا نختموا النقاش وبغينا نشوفوا شنو هما الحلول، شنو هي النظره ديال المستقبل لهاد الشعوب اللي دارت الانتفاضه وقفت الحكومه ديالها، يعني واش هاد الشيء يقدر يتصلح في اقرب وقت ولا غادي ياخذ بزاف ديال الوقت، دونك الشعوب غادي تبقى تالفه. ومن هذا المنظار هذا كنشوفوا يعني واش هنا في المستقبل يمكننا عاد نسمعوا على المغرب العربي اللي شحال هادي وحنا كنحلموا به. بون دابا من الاول لا كاستيون الاولى، الثوره الفرنسيه راه شي 100 عام عاد بان لي فخوي ديالها، عاد بانت عاد بان سالات. الثوره دابا العربيه يعني 18 اليوم 20 يوم طاح ديجا يعني لو بيوت الكبير تحيد داك اللي 30 عام وهو كيحكمهم تحيد صديق داك الشيء دوك لونجو التحتاني. كيف ما كان الحال يقدر يتعطل يقدر يطول يقدر يكون بروبليم، ولكن غادي يخرجوا غادي يخرجوا هذوك الناس. مصر مؤخرا صوتوا على الدستور صافي تصوت عليه جاب اغلبيه جاب اكبر نسبه ديال المشاركه في الانتخابات عطاو نسب حقيقيه يعني سا كومونس درنا ان غون بال ديمقراطيه. الا شتي حتى الطريقه ديال التعامل ديال 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 التوانسه تا هما لا تا دوك الكبار ديالهم نيت لا الغنوشي لا بزاف تاع الحوايج يعني وصلنا لواحد لا ماتوريتي في العقليه. كيستيون اخرى ديال المغرب العربي، المغرب العربي راه ماشي غير حنا اللي كنتحكموا فيه، العالم كامل من صالحه انه تبقى عويدات مفرقين باش يهرس فيك كيف ما بغى. يعني راه سي با فاسيل باش انه نتجمعوا حنا ونديروا ديك الحزمه اللي ما كتهرش. دابا الا تبدلوا الرؤساء غادي تكون واحد الانطلاقه اخرى، غتكون عقليه جديده، يقدر يكون تفاهم جديد، يقدر يكونوا عندنا منافذ كبيره باش نتحاوروا باش نديروا سميتو. نقدروا ننساو صفحه ديال الماضي وكل الدوله تنسى المطامع ديالها لا في الصحراء ديال دوله اخرى لا في البترول ديال دوله اخرى لا حتى شي حاجه، ونمشيو لقدام الى الامام الى الامام. الا جينا نشوفوا النظره ديال العالم الغربي، واش دابا نقدر نقول ان المجتمع العربي يهدد العالم الغربي او يثير خوف العالم الغربي؟ تهديد العالم الغربي راه عنده بزاف، راه سي كيستيون فاغ. حتى تي بو با فيفغ دابا في هذا العالم في هذه العولمه الجديده وانت كتهدد. تقدر تعيش وانت صحيح، انت صحيح وكيخافوا منك ولكن ما كتهددش. لحقاش لك تي كتهدد خصوصا دابا حنا كعرب باقي في خجيل، باش غتهدد اخويا باش غتهدد؟ ما عندك والو. واحد عنده واحد عنده قنبله نوويه راه غادي يستفصل معاك ستاج الاخر راه يقول لك انا راه غنهددك بها، باش غادي تهددوا انت؟ حنايا اوني ان بوبل، حنا باقي الوعي، حنا باقي ان بوبل ديال لا كونسوماسيون. حنا كيصاوبوا لنا البيسيات الله يجازيهم بخير، اليهود كيصاوبوا لنا الطوموبيلات، الشوانت ديالنا البطوات ديالنا كنا كنجيبو امريكان، الزرع ديالنا كتوكلنا امريكان الله يخلف عليها. سي با اشنو لو بلوس اللي كنزيدو حوايجنا ولا الزرابي ديال الصلاه كتصاوب من الشينوا كيصاوبوا لك سميتو كتبقى فيها ميد ان شينا تيموما ولا سميت ما عرفت غادي في الزنقه وتلقى تيموما فيها ميد ان شينا. البرومو ديال باش غادي تخلع غير حيت غوتي وحياتي الرئيس يلاه بديتي في لو بروميير با ديال حقه راه حنا غادي نوليو نعيشوا كناس عاديين ونبداو نمارسو الحقوق السياسيه ديالنا غير عاديين مع ريوسنا. عاد نبداو نفكروا في هذاك الوعي ديال المجتمع ديال واحد يمشي لخدمته باغي يخدم، ماشي باغي يخدم باش يصور فلوس ديال راه الشهر، ولكن يمشي لخدمته حيت باغي يخدم. نشكر الضيف الكريم سي عزيز على الافادات اللي فادنا فيها في هذه الحلقه هذه، ونشكر المستمعين وكنتظروا في الاراء ديالكم وفي لي كومونتير ديالكم على اول بيك شو. شكرا اول بيك. شكرا الله يخليك.